بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا الثلاثي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في شرح قوله: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكذب فيما ادعى فهو ختام الرشد بالاتفاق وافضل الخلق على الاطلاق. لقوله محمد صلى الله عليه وسلم: خاتم الرسل فلا نبي بعده. يقول البخاري ومسلم، وهذا لفظه، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: نحن الاخرون ونحن السابقون يوم القيامه. نحن الاخرون اي في الزمن اخر الامم. الأمة الإسلامية آخر الأمم، بهذا دليل على أنه لا نبي بعده، لأنه نبي آخر الأمم. فهذه الأمة ليس بعدها أمة إلى يوم القيامة، ليس بعدها الأمة لها نبي يتبع. نحن الآخرون ونحن السابقون، أي إلى فضل الله وإلى الجنة، و الذين يدخلون الجنة قبل الأمم يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. لكن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، يعني اليهود والنصارى، وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا تدان الله له، يعني يوم الجمعة كتب علينا تعظيما وفرض علينا عبادة خاصة فيه كسرة الجمعة. قال: فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي رواية: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. فنحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، يقضى لهم بدخول الجنة قبل الخلائق. شاهد من هذا الحديث في ختم النبوة أننا الآخرون من أهل الدنيا، فأمة الإسلام آخر الأمم، فلا نخلى شريعتها، فلا يمكن أن يبعث نبي ينسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إذا آخر النبي. وفي صحيح البخاري في غير موضع من صحيحه من طرق ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. نسبة أجل الأمة بالنسبة إلى ما مضى من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. بمعنى لو كانت الدنيا يوما من الفجر أو من الصبح إلى غروب الشمس، فعمر الأمة هو من المغرب إلى العصر إلى المغرب، من العصر إلى المغرب. بمعنى أننا في آخر الزمان، وأنه كلما مضى جزء كلما اقترب يوم القيامة. ولا يستفاد من ذلك تحديد أجل محدد للقيامة، لأننا لا ندري على وجه الجزم واليقين كم كان أجل الأمم من قبلنا. خصوصا ان المثال هو نسبي ما بين الامه وبين اليهود والنصارى، تناسب ما بيننا وبين اليهود والنصارى. واما ما عاشته البشريه قبل ذلك فالله اعلم به. البشر عاشوا مده طويله، لكن هذا امر نسبي بالنسبه الى امر اليهود والنصارى. ومده بقاء اليهود والنصارى ايضا غير معلومه على وجه القطع والجزم. النصارى معلوم شانهم، ولكن بالنسبه إلى عمر أمة موسى صلى الله عليه وسلم أو عمر اليهود فغير مجزوم. كما أن الأمر تقريب، أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس يستدل بهذا الحديث على تحديد أجل معين لابد أن تقوم الساعة قبله. يقول مثلا أن المدة
مدة المحورة 600 وضمن 20 سنة من زمن عيسى صلى الله عليه وسلم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فما بقي من أجل الأمة لابد أن يكون كذا. نقول أن هناك تفاوت أصلا فيما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تفاوت. والأمر كما ذكرنا للتقريب، قال عز وجل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فلا يجوز لأحد أن يجزم من هذا الحديث أن عمر أمة الإسلام سوف ينقضي بمرور كذا من السنين، كما يقولون ينقضي بمرور 14 قرنا أو 15 قرنا. الله عز وجل أعلم، ولا يجزم ولا يعرف أحد من البشر وقت قيام الساعة، لا يعلمها إلا الله، ولا يجزم بذلك إلا ضال بل كافر والعياذ بالله. الذي يجزم بأن الساعة لابد أن تقوم قبل التاريخ الفلاني والعياذ بالله يكفر بعد إقامة الحج الجاري، لأن الله عز وجل قال: إن الله عنده علم الساعة. فعلم وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، فكون إرسال التاريخ محدد لابد أن تقوم فيه ساعة هذا ضلال مبين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل يستعمل عمالا، فقال: من يعمل لي من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط، من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط. فعمدت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فقال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. فعمدت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فقال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. قال: ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من شئت. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا تقريب في مضاعفة أجر الأمة على قلة أعمالها بالنسبة إلى عمر من كان قبلهم في أحد الأمم من قبلنا كان عمرهم أطول. فالأمة مضاعفة أجرها. ثم هذا في من كان من النصارى واليهود عاملا بالطاعة موحدا، وهذا إنما استقام للنصارى مدة قليلة، يعني 3 قرون أو نحو ذلك، وإلا فبعد مجامعهم التي عقدت وقرروا فيها التثبيت انتشرت عقيدة الكفر والقول بأن المسيح هو الله وثالث ثلاثة انتشارا هائلا. فلم يعودوا يعملون لله عز وجل حتى يأخذوا قراطا ولا شيئا، وإنما قلة قليلة منهم التي بقيت إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. الغرض المقصود أن أعمال الأمة بالنسبة إلى من قبلها أقل، ومع ذلك يضاعف لهم الأجر دون أن نأخذ من ذلك تحديد أجل محدد لقيام الساعة وانتهاء عمر الأمة. قال: ولهم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خالف نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو بيعة الأول في الأول، أعطوهم حقهم، فإن الله تعالى سائلهم عما استبعهم. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون، أي وربما وقع خلاف ووقعت بيعات متعددة في زمن واحد، وهذا أمر لا يجوز. فيجب على الأمة الإسلامية أن يكون لها خليفة واحد في الأرض كلها، ولا يجوز أن تتعدد الإمامة، فهذا أمر مخالف للسنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند كثرة الخلفاء في الزمن الواحد أن
يوفى أن يوفوا ببيعة الأول. فالأول من سبقت بيعته وجبت طاعته طالما كان أهلا للإمامة قائما بها بمقتضى الشرع، وإذا مات فالذي يليه. ولا ينازع الإمامة، وإنما يعطوا حقهم من الطاعة، والله عز وجل يسألهم عما شرعهم. فيه عدم الخروج على الأئمة الذين يقودون الناس بشرع الله عز وجل. ولو وقع منهم فسق أو فساد فلا يفرض عليهم أيضا، لأن الفتن المترتبة على القروض ونقض البيعة أعظم بكثير مما يمكن تحصيله من الخروج عليه. فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد، ومفسدة الخروج من سفك الدماء وانتهاك الحرمات على من يقيم الدين في الجملة وهناك نوع فسق أو مخالفة أو ظلم، مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الصبر، إلا إذا جابت مفسدة الصبر فالأمر مبني على المصلحة والمفسدة والقدرة والعكس. قال وروى الإمام أحمد الترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات، أي بقيت المبشرات، لا يعلم الوحي، لا يعلم الغيب ولا يقطع كما يقطع بالوحي، ولكن بقيت المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة يبشر الله بها عبده المؤمن، وهذا أمر بلا شك يحتال إليه مع كثرة الفتن، كما قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون وبشر المؤمنين. فالله عز وجل جعل البشارة لعباده المؤمنين بعد انقطاع النبوة في المبشرات الرؤيا الصالحة. وهناك مبشرات من الكتاب، ولكن هي عامة وليست مخصصة بزمن معين وبشارة معينة. هي مبشرات بلا شك من وعد الله بنصر المؤمنين وانتصار جنده وجعلهم الغالبين، ولكن بقيت مبشرات خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشرهم في حياته عليه الصلاة والسلام بالفرج والنصر والتمكين، ويحدثهم عليه الصلاة والسلام وهم معه في آيات يرونها يتثبتون بها. الله جعل رؤيا المسلم الصادق خصوصا في آخر الزمان، خصوصا مع كثرة الفتن، جعلها من المبشرات أو جعلها هي الباقية من أجزاء النبوة. يرى رؤيا صالحة أو ترى له يثبته الله بها، يبشره الله عز وجل بها بما يعطيه من فضله. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل المسلم أو ترى له كما ذكرنا، فيستأنس بها ما يفعله الله به وبإخوانه من الخير والفضل والنعمة. فالله عز وجل يبشر عباده المؤمنين بما يلقيه في قلوبهم أثناء النوم. هذا بعض ما كان يحصل للأنبياء، وإن كان هناك فرق بلا شك بين رؤيا الأنبياء لأنها وحي، والأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ويقطعون بالرؤيا ويعرفون التأويل الصحيح من غيره قطعا، وأما غيرهم فلا يقطع بالصلاح ولا يلزم بالتأويل، فهذا الفرق، لكن يستأنس بذلك. ولذا لم تكن الرؤى ترقى إلى مرتبة الدليل الشرعي، ولكن هي المبشرات يستأنس بها كما ذكرنا، فهي لا يقطع بها
بمعنى لا يبقى بتأويلها، لا يقول أن إنسان سوف أضع كذا في التاريخ الفلاني لأجل أني رأيت كذا وحتى بعد حين، لكن يستأنس ويرجو ويستبشر لحصول الرؤية. أولا كما ذكرنا لأنه أولا غير معصوم، فربما تختلط عليه الحياة أحيانا بين الرؤية الصالحة وبين غيرها، وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الرؤيا صالحة. ثانيا أن التأويل يمكن أن يخطئ ويمكن أن يخيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصدق هذه الأمة الصديق رضي الله عنه لما أول رؤيا بعض الصحابة قال أصبت بعضا فأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك صلاة برمي لما تضوي فقال لا تقسم، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ليظل الأمر محتملا حتى وقع الصديق يمكن أن يخطئ في تأويله الرؤية، وهو أصدق الناس والصدق مرتبط بتأويل الرؤية ارتباطا قويا جدا، أو هي التأويل الصحيح مبني على ذلك. فإذا كان أصدق ما يمكن أن يخطئ لأن تعود الرؤية تصل إلى مرتبة الدليل مثلا الذي يخصص عموم الكتاب أو عموم السنة أو يترك من أجله القياس الصحيح مثلا فضلا عن الإجماع، فليست كدليل مستقيم. هذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الصوفية أو بعض الصوفية في ذلك، أو بين بعض من ليس بعض الصوفية، بل هناك من انتسب إلى السنة وبنى على الرؤى مما أدى إلى ترك الأدلة، فعندما يرى رؤيا فيبني عليها عملا دون أن يرد الأمر إلى الكتاب والسنة. تجد كثير جدا من البدع بنيت على ماذا؟ بنيت على أن الشيخ الفلاني قد رأى في الرؤيا كذا وكذا من العلالات فيؤديها، وطفل والورد الفلاني رآه الشيخ الفلاني في المنام الفلاني، وبينما كان نائما إذا أتاه آت فقاله قل هذا الدعاء فسوف يكون فيه كذا وكذا من الثواب. فتجد هذا الأمر ينتشر، وكم تنتشر الأوراق التي فيها ثواب معين لدعاء معين أو لصورة معينة، وهذا في الحقيقة سبيل البدع والأبو الله، لأنهم لم يميزوا بين الدليل وبين ما يستأنس به. فالأدلة هي التي يعمل بها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما تفرغ عن ذلك. وأما أن يستأنس بالرؤية فنعم، هم جعلوا الرؤية دليلا، وقد وقع يعني منذ سنوات يعني في أول القرن الهجري بسبب الرؤية الباطلة أحدث هائلة في الحرم المكي، بسبب أن أناسا رأوا أنفسهم يبيعون المهدي، وبنوا على ذلك أن المهدي سوف يخرج في أول القرن الخامس عشر الهجري سنة 1400، فعند في يوم الأول من المحرم سنة 1400 أخذوا الأسلحة ودخلوا الحرم وانتهكوا حرمة الحرم، وقالوا أننا ولا يعلم رجلا منهم على أنه إمام، وترتب على ذلك ما هو معلوم الفتنة الفظيعة التي وقعت، مع أنهم منتسبون إلى الإسلام السنة فيما مضى قبل هذه الواقعة، لكن الخلل العظيم في هذا البيت في رأينا ما يستبشر به وما يبنى عليه كدليل. تركوا النصوص الصريحة في ما هي عن حمل السلاح بمكة، لا يحل حمل السلاح بمكة، والنهي عن يعني انتهاك عمرة الحرم، والنهي عن سفك بلاد المسلمين، كل هذه قاطعة بناء على رؤى رأوها، وتوطأ الشيطان عليهم فيها حتى رآها العشرات، نفس الرؤيا رأى العشرات، والله هذا من العجب، وما نظنهم كذبوا في ادعائهم الرؤى، ولكن كانت يعني أمورا فتنة من الفتنة وقعوا فيها مثير الخلل في هذا البيت، يعني عدم التفريق بين الأمر الدليل الشرعي وبين المبشرات التي يستأنس بها، وهي كما ذكرنا قابلة لإيه؟ الخطأ والصواب. فهذا الفرق بين رؤيا الأنبياء التي هي وحي وبين الرؤيا التي يراها غيرهم. الغرض الشاهد من هذا أنه لم يبق من النبوة إلا ذلك، فإذا النبوة قد انقطعت. إذا كان المبشرات وهي تختلف عن رؤيا الأنبياء وأقل منها منزلة هي التي بقيت، فبالأولى باقي أمور الوحي قد انقطع إلا ما يكون من عيسى صلى الله عليه وسلم، فهذا يوحي الله إليه بنص السنة في عندما ينزل الأرض يأتيه الوحي، قال إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أنه أني قد أخرجت عبادا لي لا يبان لأحد بذلك الكريم فحرج عبادي إلى القدس،
أن أوحى الله إلى سيدنا عيسى ينزل عليه وحي، لكن هو لا يأتي بشريعة مستقلة، بل هي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نعلمها من الآن، لكن الوحي لعيسى مرتبط بالتوقيت. فنحن نعلم أن شرع محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يقاتل يأجوج ومأجوج، لا يشرع قتال يأجوج ومأجوج لأنه لا قدرة لأحد بقتاله، قالوا هذا أمر ماض في كل من لا يقدر على قتاله لا يشرع قتاله، لم يؤمر المسلمون بأن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. العلة في كون يأجوج ومأجوج لا يقاتلون منصوص عليه، قال إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرج عبادي وقتوش. إذا سيدنا عيسى يوحى إليه في شأن هذا الأمر، هذا من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكرنا في التوقيت يبدأ المسلمون في الترجل إلى الطور بناء على الوحي الذي ينزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعني مستثنى من هذا الحديث. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بشكر، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأخلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بها النبيون صلى الله عليه وسلم. كل واحدة خص بها عليه الصلاة والسلام أنه أعطي جامع الكلمة، الكلمة الواحدة فعلا والله من المعجزات الباهرة، الجملة الواحدة من كلماته عليه الصلاة والسلام تجمع معان لا تولد في كلام غيره أبدا. وما نقل عن الأنبياء لا يوجد فيه إلا شيء يسير، وجوامع الكلمات أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مما خص به، والنصر بالرعب مسيرة شخص، نصر بالرعب بأن يلقي الله عز وجل الخوف والرعب في قلوب أعدائه قبل أن يصلهم بشخص، وظهر أن أمته تلدوه بذلك بقدر الإسلامين بالسنة، وأحلت فيها الغنائم أي لأمته عليه الصلاة والسلام. وأما من سبق من الأمم من الأنبياء فكانت تأتي نار تأكل الغنائم وتحرقها، هذا علامة على قبول جهادهم. وجعلت الأرض طهورا ومسجدا، طهورا ومسجدا يمكن أن تطهر في أي مكان من الأرض ويصلي في أي مكان، وأما من قبلنا فهم لا يصلون إلا الأنبياء والكنائس و المساجد التي جعلت لهم ولم يجوز لهم ان يصلوا خارجها. واما امه الاسلام بفضل الله اذا فقدوا الماء وجدوا التراب او صعيد الارض، واذا فقدوا المسجد اذنوا واقاموا وصار مسجدا ثم يعبدون الله في كل الارض. وكان النبيون يرسلون الى اقوامهم خاصه، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم الناس كافه، وكل نبي بعده نبي الا النبي صلى الله عليه وسلم فهو قتل به نبيه. وروى الإمام أحمد عن الباب بن سيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في صيته، يعني لم ينفخ فيه روحه بعد، أي مكتوب عند الله خاتم النبيين، وليس أنه خلق قبل آدم صلى الله عليه وسلم، لكن القدر سابق لأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هذا معنى الحديث كما ثبت بذلك الروايات. وله حديث صحيح طبعا، حديث واحد. والإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكريم وجوامعه وخواتمه. في ضعف في ضعف. وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعده، لا بأس أن نذكر ما تيسر منها. روى البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي للبركة، فتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجرة، طائر أصلاً له بيضة قريب من بدر الحمامة، فهذا زر الحجرة.
ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا الدهن لم يتبين خلط يعني شاب بعض شعرات شابت في مقدم الرأس وفي لحيته عليه الصلاة والسلام فإذا دهن رأس واحدة الشعر يتجمع فيغطي السواد بالبياض فلم يتبين الشيء وإذا شعث رأسه تبين صلى الله عليه وسلم وكان كثير شعر اللحية فقال رجل غدوه مثل السيف قال بل كان قال رجل غدوه مثل السيف سيف الحاد الرفيع قال بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا مش مطيع رجل مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه الحسن يشبه الحسن يشبه حسن بن علي رضي الله تعالى عنه كان أشبه الناس شكلا برسول الله صلى هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال رأيت خاتمهم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وله عن عبد الله بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال فريدا فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك. استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولك لأنه تابعني. بيسأله تابعني. ثم تلا هذه الآية استغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فكل مؤمن استغفر له النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم دمت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عن ناغض كتفيه اليسرى دمع عليه خيلان كان ثالث فأليل زي فأليل شيء مرتفع عن الجلد ويبقى فيه ماء أحيانا هو في بتوءات على طرف هذا الخاتم في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال الثعاليل لكن ليس فيها ثعاليل كأمثال مرتفعة مثل بيضة الحمامة كده مرتفعة في ظهره عليها عدة أجزاء مرتفعة حولها وروى أبو داود الطيرسي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أني الخاتم فقال أدخل يدك فأدخلت يدي في جربانه فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة فما منعه ذاك أن جعل يده لي وإن يدي لفي جربانه في ثوبه صلى الله عليه وسلم وروى الإمام أحمد عن أبي عنكة التيمية قال خرجت معالي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء صبغ حناء وأن الإنسان يصدر بالحناء كان يصدر شعره بالحناء ورأيت على كتفه مثل التفاحة فقال أبي إني طبيب أفلا أطبها لك وأعالج لك قال طبيبها الذي خلقها قال وقال لأبي هذا ابنك قال نعم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه فهي ليست مرضا مثل التفاحة دي يعني إما يعني دول حديث الشريح يعني أصح وهي أنها مثل بيضة الحمام وهي بتكون تفاحة صغيرة شبهها بما يطغى عنده وإلا فالحديث الأخرى وأكثر وروى البيهقي عن سلمان الفارسي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقى رداءه وقال يا سلمان انظر الى ما امرت به قال فرايت الخاتم بين كتفيه مثل بيضه الحمام واصلا من علم سلمان الفارسي الدين من الرهبان النصارى الموحدين اخبروه انه قد اقترب زمن النبي وان امروه ان ينظر الى ما بين يعني كتفيه فسوف يجد خاتم هو بين كتفيه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له انظر الى ما امرت به رواه البيهقي بذلك روى يعقوب بن سفيان باسناده عن التنوصي الذي بعثه هرقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك الخليف وفيه فحل حضرته عن ظهره ثم قال ها هنا امض بما امرت به قال فجلت في ظهري فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل الحجمة الضخمة
وروى الإمام أحمد عن غايات البكري قال: كنا نجالس أبا سعيد الخدري في المدينة فسألته عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه فقال: بإصبعه السبابة. هكذا أشار زي طرف قدر العقلة، الإصبع هو قدر غير الفم بقية. هكذا لحم ناشز بين كتفيه، لحم مرتفع. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد من بعده تبعته. إن جعل لي محمد من بعده يعني الأمر تبعته، إن جعل لي الأمر بعده إذا استخلفه بعده اتبعه. وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه وقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعفرنك الله، ليقتلنك الله. فقد كان هذا من يعني بلد النبوة. قال: وإني لأراك الذي أريد فيما رأيت. وهذا ثابت يجيبك عنه، ورأى سواراً من ذهب فنفقه فطاف، فكان هذا الكذاب سوارين من ذهب فطاف فأذهب الله أمره. دعا ثابت بن شماس، ثابت بن قيس يجيبه بالشعر لأنه لا يحصل الشعر، ثم انصرف عنه وتركه. هذا كان قبل أن يظهر أمره بالدعاء النبوة، الله أعلم. وكان قد أتى بأمان كما كان يأتي الكفار بأمان ليسمعوا كلام الله، فإذا أتى بأمان لم يجد قتله. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة، ونفختهما فطارا والحمد لله، فأمرهما يسير وقد زال بفضل الله عز وجل. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين انا نائم اتيت بخزائن الارض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي، كبر علي هما اهمه ذلك، شق عليه ذلك، فاوحي الي ان تقهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب يمامة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وفيما أشرنا إليه كفاية. قال: فهو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، خاتم ختام الرسل، فلا نبي بعده، والرسالة من باب أولى، إذ لا يرسل إلا بعد أن يتنبأ. يعني لما يقول لا نبي بعده إذا أثبت بذلك أن لا رسول بعده، لأنه لا يكون رسولا حتى يتنبأ، حتى ينبأ. فالنبي والذي فيه نبأ السماء يعني الوحي، يعني فالنبوة وحي. فيها خبر وحي فالنبوة وحي مطلق مجرد، يعني لا يلزم أن يكون معه تشريع جديد، هذا معنى مطلق. يكون بين أمر بتبليغه فرسالة، هذا الأمر يعني إن قصده على إطلاقه ففي نظر، إنه أي دلالة يبلغه يكون به رسولا في نظر. فمثلا قول نبي
بني إسرائيل إن الله قد بعث لكم طاووسا ملكا، هذا أمر البلاء ولا يلزم من ذلك شرع جديد، وذكر بلفظ النبوة ولم يذكر بلفظ الرسالة، والله أعلم. فانقصد أن وإلا يعني انقصد أنه أمر بتبليغ شرع جديد فنعم، إذا ده الفرق الشديد، وإلا فلا نزاع أن الأمم من قبلنا خصوصا بنو إسرائيل مكلفون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو نوع تبليغ، والأنبياء أولى الناس بالقيام بهذا الفرض. فلو كان المعنى كذلك لكان كل الأنبياء رسلا، وهذا ليس صحيح، لأن الله فرق بينهما فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في الناس، ففرق الله بينهما. فالصحيح أن الرسول هو نبي أمر بتبليغ شرع، الرسول بني آدم نبي أمر بتبليغ شرع جديد، والله أعلم. يقول فكل رسول نبي ولا عكس، وهذا لا خلاف فيه من هذه الجهة. البعض يقول لا فرق بين النبي والرسول، الجمهور يقول لك الفرق الذي ذكره، والبعض يطلق يقول إن أمر بتبليغ الوحي فأيه فرسول، لكن الصحيح أن يقيد بالشرع تبليغ شرع جديد. يمكن أن يكون مبنيًا على شرع قبل ويحل بعض ما حرم عليه كعيسى، لكنه شرع جديد بلا شك. يقول فهو ختام الرسل باتفاق، يقول باتفاق من كل كتاب منزل وكل نبي مرسل وكل مؤمن بالله واليوم الآخر، هذا إجماع الكتب السماوية والأنبياء والرسل والمؤمنين. يقول أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق كلهم على الإطلاق بلا استثناء، وهو الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، وأفضل من جبريل وإبراهيم وموسى وعيسى، وأفضل من جميع الخلق على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أئمة التفسير من الصحابة كمن بعدهم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم أسيد ولد آدم وله. طب إذا من هو أفضل الخلق؟ من قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، البرية أي الخليقة، فإذا كان هو خير، إذا كان المؤمنون هم خير الخليقة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وخيرهم وأفضلهم، فهو إذا خير الخليقة على الإطلاق. فهو عز الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم عليه السلام، وعليه الله مسلم في فضائل إبراهيم عليه السلام. عز الجمع أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا مع علي، أو أنه قاله قبل أن يوحى إليه أنه خير الخليقة، أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولا كان هو لا يفتخر بذلك لأنها هبة من الله عز وجل وتفضيل من الله له، وإنما يقول ذلك صلى الله عليه وسلم لنا أنه سيد ولد آدم لكي يعرفنا منزلته لنعتقد العقيدة الواجبة به صلى الله عليه وسلم. والوجه الذي ذكرنا في أنه قال عن إبراهيم خير البرية قبل أن يوحى إليه أقرب، والله أعلم. سيكون دليلا على أن أفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم. يقول وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق في الإيمان به ونصرته، وبشر به كل نبي قومه، وبعث إلى الجن والإنس والأسود والأحمر كافة، وأتى في الدنيا من وأوتي في الدنيا من المعجزات ما لم يؤته نبي قبله، من انشقاق القمر وعين الجبل إليه ونبع الماء من أصابعه وتسليم الأشجار والأحجار عليه وغير ذلك. فأعظم معجزاته هذا القرآن معجزة خالدة أبد الآبدين، وظهر الداهرين لا تفنى عجائبه ولا يدرك غاية إعجابه ولا يندرس بمرور الأعصار ولا يمل مع التكرار، بل يجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى. وكل معجزة قبله انقضت بانقضاء زمنها
ولم يبق إلا تذكارها، وهو كل يوم براهيمه في مزيد ومعجزاته في تجديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لتقدمه عليهم على الأنبياء إماما وعلوه فوق الجميع مقاما، حتى جاوز السبع الطراق السماوات السبع إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله عز وجل. واختص صلى الله عليه وسلم بأشياء في سماحة شريعته ووضع الآثار عن أمته من أحمال الثقيلة، وكونه أكثرهم تابعا وكذلك يبدو وكذلك يبدو فضله في الآخرة لكونه أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم، وأول شافع وأول مشفع وأول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها من الجنة أمته، وله الحوض الموجود وهو الكوثر وهو أكثر الأنبياء واردا، وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد وهو محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم، ولذا يحمل لواء الحمد والثناء على الله ويقوم من ذلك بما لم يفتح على أحد قبله، يثني على الله ويحمده بمحامد لا لم يفتح الله على أحد قبله، فهو بيده لواء الحمد رافع لواء الحمد أكثر الأنبياء حمدا، وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد تحته آدم فمن دونه، وله المقام المحمود الذي يربطه به الأولون والآخرون ويرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيم وخليل الرحمن، وهو مقام الشفاعة العظمى التي يتراجع عنها الأنبياء، يقول وهو وأمته أول من يلوذ الصراط أول من يمر على الصراط، وهم ثلثا أهل الجنة ثلثا سلكين لما جاء أنهم 80 صفا وغيرهم من الأمم 40 صفا، وهذه عدة صفوف أهل الجنة 120 صفا عن الصحيح، ويشفع الواحد من أمته في مثل ربيعة ومضر، رجل واحد من صلاحه يملك أنه يشفع في أمم كثيرة في جماعات كثيرة مثل قبيلة ربيعة أو قبيلة مضر، وله صلى الله عليه وسلم الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة، ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجل، وليست هي لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من مقاماته العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواه، وهذا مقام يطول ذكره ولا يقدر قدره ولا يحيط بغايته إلا الذي اصطفاه له وأكرمه به سبحانه وتعالى، جعلنا الله عز وجل لمن اهتدى به واهتدى بهديه وكان هواه تبعا لمجاله. اللهم اجعلنا كذلك. أسألك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرها، اتعرض عليه شيئا لا يناسبه، فقال لا والذي اصطفى موسى على البحر، حلف وبيعها بهذا السعر وأقسم بالله الذي اصطفى موسى على البحر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فبطن خده ضربوا على وجهه، وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فذهب اليهودي إليه صلى الله عليه وسلم فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهي، فقال لم لطمت وجهه، فذكر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحابي، غضب من فعل ذلك الصحابي، كيف ألطم هذا الذمية ظلما وعدوانا على قول هو حق، وموسى اصطفي وإلا يلزم من ذلك أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخر بالعرش، فلا أدري أوصي بصعقته يوم الطوف
أم هو إلى قبله؟ يعني لا يدري أكان ممن استثنى الله فلم يصع للصاق الأول فهذا يظهر منه أنه صاق في عرصات القيامة لأن موسى صلى الله عليه وسلم كان ممن مات ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك ويمكن أن يكون الأنبياء بحياتهم الكاملة عند الله داخلين في من يعني في الأحياء الذين يموتون عند أو يصعقون عند النفس في السور إلا أن موسى لا يصعق والله أعلم. خسر صعقته يعني اكتفي بها فلم يصعق في العرصات أو لم يصعق حين نفس في السور هذه النفس. أن بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا يدري ونحن لا ندري صلى الله عليه وسلم. قال وأنا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. وذكر يونس ابن متى عليه السلام لأجل أن الله ذكر يونس في القرآن بما قد يتوهم البعض نقصا في شأنه حيث قال عز وجل وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وصف نفسه بالظلم. قال سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قال عز وجل فانتقمه الحوت وهو مليم اي ملام. فقد يظن البعض ان يونس عليه السلام فيه نقص فيتوهم البعض انه افضل من يونس لانه لم يظلم ولم يلام وهذا باطل. فان اجماع منعقد على ان النبي افضل من الاولياء جميعا ان اي نبي من الانبياء هو افضل من الانبياء لان الله قال اولئك الذين هدى الله فليهتدوا اولئك الذين قال عز وجل اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فالله اصطفاهم واجتباهم فلا يجوز لاحد ان يقول عن نفسه انه خير من يونس ابن متى لان الانبياء افضل من جميع الاولياء او ان المقصود اني خير من متى يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بمعنى لا تفضلوني على يونس بطريقة يظن فيها نقص يونس. فالأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله. هذا المعنى لا تفضلوا بعقولكم أو بأهوائكم أو من عند أنفسكم أو تفضيلا يؤدي إلى هذا الذي جرى بأن تنكر فضيلة موسى واصطفائه واصطفاؤه على البشر. لأن رد رب قالوا طب رجل من قال الذي استطلع موسى على البشر فهذا كأنه فيه إنكار لفضيلة موسى صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من التفضيل نهي عنه الذي بالرأس دون دليل أو الذي يفهم منه إنكار فضيلة المفضول أو نقصه فهذا أمر لا يجوز بل الواجب أن تعرف فضيلة الله. أما أن نفضل من فضله الله بالدليل القاطع مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد الناس يوم كان وسائر الادله التي ذكرت في فضله عليه الصلاه والسلام فهذا ليس نهيا عنه مع معرفه فضل جميع الانبياء. نعم وموسى عليه السلام لو كان حيا لما وسعه الا ان يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ولا نزاع ان محمدا صلى الله عليه وسلم افضل من موسى وافضل من يونس ابن متى مع معرفه قدر كل منهم بل كما ذكرنا لا نزاع انه افضل من ابراهيم عليه السلام. قال ولما ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول اني خير من يونس ابن متى اني ضمير يعود على عبد او على النبي عليه الصلاه والسلام. لو على العبد يبقى لان النبي خير من جميع الاولياء اي نبي خير من النبي ولو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا يجوز ان يكون فيه تفضيل للنبي على يونس بما يظن نقص يونس او بما لا يعرف به فضله وكرامته على الله.
ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. وفي رواية مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يعني الله تبارك وتعالى، لا ينبغي لعبد لي ان يقول انا خير من يونس. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث الاول: قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين انبياء الله جوابه من خمسه اولى. احدها انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل ان يعلم انه سيد الذي ادم، فلما علم اخبر به. الثاني قاله ادبا وتواضعا. الثالث ان النهي انه عن تفضيل يؤدي الى تنقيص المفضول. الرابع انه انما نهي عن تفضيل يؤدي الى الخصومه والفتنه كما هو المشهور في هذا الحديث. الخامس ان النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوه فلا تفاضل فيها، وانما التفاضل بالخصائص والفضائل الاخرى. هذا وجه ليس له. رواه ابن كثير رحمه الله تعالى: وجها ان التفضيل ليس اليكم وانما هو الى الله عز وجل، وعليكم الانقياد له والتسليم والايمان به. قلت الوجه الاول من كلام النووي ضعيف، والثاني والخامس فيهما نظر قبل ان يوحى اليه، فانه لا يعرف التاريخ في الحقيقه حتى يقال انه ضعيف. الثاني اللي هو قاله ادبا وتواضعا، والخامس اللي هو التفضل بغير ان ليس في نفس الروح من فضائل. يقول والرابع قريب ويقوى عندي الوجه الثالث اللي هو تفضيل يؤدي الى تنقيص المفضول، ده اقوى الوجوه عند المصنف، ووجه لا يتعارض ما ذكرنا. يقول فليس التفضيل، يقول مع ما ذكره ابن جريج، فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية، ولا بما يلزم منه نقص المفضول أو تنقص المفضول الخط من قتله. كل هذا وما في معناه محرم قطعا منهيا عنه شرعا، وهو الذي غاضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقصده ذلك الأنصاري رضي الله عنه، يعني لم يقصد تنقيص موسى، ولكن يلزم منه ذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك تعليم عام للأمة وزجر بليغ لجميعهم، كي لا يقع ذلك او يصدر عن احد منهم فيهلك. واما التفضيل بما اكرمه الله عز وجل به ورفع به درجته ونوه بالوحي بشرفه من الفضائل الشرعيه والاخرويه وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا ومما لم نذكر، فهو الذي يجب اعتقاده والايمان به والتصديق والانقياد له والتسليم. فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان وبه التوفيق. قال النووي رحمه الله فيما قاله صلى الله عليه وسلم في شان يونس انه صلى الله عليه وسلم قال: هذا زاجرا عن ان يتخيل احد من الجاهلين شيئا من خط مرتبه يونس صلى الله عليه وسلم من اجل ما ذكر في القران من قصته. من أجل. قال العلماء: وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم ان يحط من درجه النبوه مثقال ذره، فخصص يونس بالذكر بما ذكرناه من ذكره في القران بما ذكر. واما قوله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، فالضمير قيل يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يعود الى القائل، اي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عباده او غير ذلك من الفضائل، فانه لو بلغ من الفاضل ما بلغ لم يبلغ درجه النبوه. ويؤيد هذا التاويل الروايه التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. تنفع على الحكايه وتنفع تختص ان تكون من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. والله اعلم. أقول قولي هذا أشهد الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل يقول البعض أنكم أنطقتم فيما أنكرتم وأنتم في قوله بدعة جنس العمل وأحد العمل؟ في تعريف الإيمان أنه لابد من وجود أصل عمل القلب. فهذا يعني أن من زاد منه عمل قلبي واحد كفر. هذا قول بكفر تارك جنس عمل القلب. وقد قال ابن عثيمين في القول المفيد ان التوكل قد يزول ولا ينتفي معه الايمان بل يزول تمام الايمان. نحن نقول بان ورود اصل عمل القلب يعني ركن في الايمان باتفاق اهل السنه.
ولا يبيرون أننا قلنا في شيء عليه الدليل، والمنازعة في شيء ليس عليه دليل. ثم إن أعمال القلوب يتصور لها أصل مطلق بخلاف أعمال الجوارح فإنها آحاد ظاهرة. على أي الأحوال قلنا بأن من زال منه عمل قلبي واحد بالكلية كفر، لأن الله عز وجل قد قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فدل ذلك على أن من لم يخلص في لا إله إلا الله ولا ضر من الإخلاص لم تنفعه لا إله إلا الله، فالمنافقون قد قالوها ولم تنفعهم، ومنهم من كان في باطنه يصدق ذلك لكن يبغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فدل ذلك على أن كراهية ما أنزل الله وزوال حب الله عز وجل محبط للعمل. وهكذا فقلنا بزوال الإيمان، بزوال أي عمل واجب بالكلية من القلب للنصوص التي وردت، والمنازعة مع من يأتي باصطلاح محدث ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا يؤول ولا قول أحد من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بخلاف هذه المسألة. فقد نقل ابن القيم إجماع أهل السنة على أن عمل القلب ركن من الإيمان، وكما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن زوال أصل الشكر من القلب يزول معه أصل الإيمان، وهذا كثير جدا في كلام السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقضية كفر إبليس لأنه أبى واستكبر فهذا لزوال الإنقياد القلبي، مع أن آدم عصى ولم يزل الإنقياد القلبي، ومن أجل ذلك قلنا بهذا الفرق. فأما كان الشيخ العثيمين فقد قال سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ورد التوكل نفس الكلام، ولا يتصور أن يزول التوكل بالكلية من قلب عبد وينفعه عند الله سبحانه شيء من الأعمال، لأنه لا بد وأن يعلم أن الله وحده النافع الضار للمؤمنين. فلو التوكل ماذا؟ التوكل علم وعمل. التوكل أن يعلم أن الله عز وجل هو وحده النافع الضار المعطي المانع الخافض الراجع، وأن الأمر كله لله، ثم يعتمد بقلبه على ربه ويثق بربه غاية الوثوق في جلب مصالح دينه ودنياه وآخرته. فأما من يعتقد بقلبه غير ذلك أو لا يثق بالله عز وجل ذرة فكيف يقال عنده أصل الإيمان؟ والقرآن يخالف ذلك، لأن الله قال عفى على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن لا يتوكل على الله ذرة زال إيمانه بلا شك. فكلام الشيخ العثيمين نحمله على التوكل الواجب لا أصل التوكل، يعني قد ينقص التوكل على القدر الواجب يضعف توكله، يزول التوكل الواجب ولا يزول أصل الإيمان. نعم، لأن وجود أصله. أما أن يزول معرفته بأن الله هو النافع الضار أو يزول حتى توكل على الله عز وجل في ثبات قلبه وفي دخوله الجنة وفيه هدايته إلى الصراط المستقيم، هذا لم يقل لفتح الكتاب الذي يقول أنني لا أتوكل على الله لا أطلب منه الهداية. فكيف يقال هذا مؤمن عنده أصل الإيمان الذي لا يثق بربه عز وجل في ثباته على دينه وفي هدايته؟ لا يجد كما الشيخ المعتزين عن ذلك، ولو قاله فلا عبرة بكلام يخالف نص الكتاب والسنة. لكن الكلام محمله على أن التوكل الذي قد يزول والتوكل الواجب ينقص. لكن لو سألت هذا الذي قد ضعف توكله جدا ولكن هل يعتقد أن الله هو النافع الضار المعطي المانع أم لا؟ وكذلك هل يثق بغير الله في دخول الجنة وفي النجاة من النار في أمر الآخرة؟ هذا قد يفقد توكله في أمر معين، لكن أن يفقد التوكل بالكلية لا يكون مؤمنا بالكلية، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ما الفرق بين الشرط والعلم؟ ما الفرق بين ربه شرط في الإيمان وشرط في أصل الإيمان؟ الأصل في يوم من الاثنين واحد، بس إحداهما تقبل التأويل، ممكن يكون شرط في الإيمان يطلق الإيمان إيه؟ الوارد، والثاني هذا احتمل التأويل. بمعنى شرط في اصل الايمان او ركن فيه يبقى لا يحتمل الا ان يزول الايمان مع زواله، لكن ظاهر اطلاق الكلمه الاولى هي الثانيه. يعني لو قلنا شرط في الايمان ظاهرها ان هو يزول الايمان مع
نعم زواليها، لكن هي محتملة لأول نعم محتملة. يريد كتابة مختصرا في الرد على مذهب الأشاعرة. والله كنت بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى في الرسالة التدمرية، فيه أقوى الرد على كثير جدا من المسائل. في عموما دراسة علم العقيدة مثل عارف القبول فيه الرد على كل المسائل فيها الأشاعرة. للإنصاف برضه كتاب الدكتور صفر بتاع نقد منهج الأشاعرة اللي هو سنة الماجستير مش الدكتوراه، كتاب جيد. لكن هو على العموم كتاب كتب الرد على الأشاعرة كتب الشيخ الإسلام تيمية طبعا وكتب الإمام ابن القيم الفيك. ترتيب العزم من الرسل كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم افضل خلق على الاطلاق ثم ابراهيم عليه السلام، وذكر ابن كثير رحمه الله ان اهل السنه يفضلون بعد ذلك موسى صلى الله عليه وسلم، ودائما يذكرون موسى ثم عيسى ثم نوح صلى الله عليه وسلم، لكن لا اعلم دليلا صريحا في تفضيل عيسى على نوح عليه الصلاه والسلام. والله اعلم. أدلة تفضيل إبراهيم قد ذكرنا، وأدلة تفضيل موسى حديث ابن عباس قال ما ظننت أن تقطع أحدا فوقي سيدنا موسى قال ذلك، ودل ذلك على أن موسى صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم وبشرى. ما معنى يرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيم؟ بمعنى الكل يوم القيامة يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يرغبون إليه يقولون له اشفع إلى ربك، يطلبون منه أن يشفع إلى الله عز وجل في أن يفصل بين العباد يوم القيامة. يقول بعض المشككين يسألون لماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لعدم قتل عميه العباس فيؤثر قرارته على وفاة الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن قتل العباس فقط، بل نهى عن قتل جماعة علم أنهم ما فرضوا محبين لعباده صلى الله عليه وسلم، وسمى طائفة منهم، وإنما فرضوا إرضاء لقومهم وعوملوا بمقتضى ما استحقوه، ولكن كان الأولى أن يقتلوا. منهم من قتل، من المنطقي لأن الأنصار لا يعرفونهم جميعا، وكان يؤتى يعني يأتي عندهم سهم فيقتله، فمنهم ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم ممن قتل ببدر من الكارهين المستضعفين. ولو أن عباس قتل لكان حكمه كما عامله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنه أسر وقبل منه ابتداء، فعامله معاملة الكفار. ومن قتل من هؤلاء الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم من شبان قريش الذين خرجوا كارهين ألقوا في قريبة، ومن أسر منهم أخذ منه الفداء، فالحكم الظاهر شيء والأولوية في المعاملة شيء آخر. ولا شك أن هناك كافر الأولى أن لا تقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط العباس الذي لم يقتله، إنما قال مثلا أطلقوا ثمان سيد بني حنيفة أطلقه مجانا من غير فداء، يعني أحسن مما فعل عليه، لأنه رجع لإسلامه وإسلام قومه، وكان فعلا سببا في إسلامه و يعني طائفة عريضة من قوم ونفع عظيم للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ثم إيثار قرار النبي صلى الله عليه وسلم الذين أعلمه الله عز وجل أنهم أن خاتمتهم إلى الحسنى ممن يموت على سبيل كالعباس رضي الله عنه، فلا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بوحي أن الله سيهدي العباس بعد ذلك، وأنه سوف يدخل في الإسلام ويصبح من خيرة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام المجاهدين في سبيل الله، فهذا أمر لا ينتهي. هل يطلق على الله طبيب كما قال في الحديث؟ يطلق بالقرينة، الله هو الطبيب، عندما يقول ذلك مريض يدعى إلى طب أو إلى شيء من به طب يطلق مع القرينة نعم، وإلا فالطبيب يطلق باستعمال الأغلب على المعالج من الناس، لكن مع القرينة يبقى يخص ذلك، يعني تطلق في سياق زي أنتم تزرعون وهم نحن الزارعون ونحو ذلك.
الحديث الرؤيا جزء من ستة وأربعة من ستة وأربعة جزء من هو وحديث أخر جزء من سبعين جزءا. إما الجمع بينهما إما أن هناك أنواع من الرؤى وبعضها أقوى من بعض وبعضها أقرب إلى أو أكبر من في كونها جزء من جمع من الآخر وهي التي هي جزء من ستة وأربعين فهي أقوى وأقرب إلى ما جاء به الأنبياء وهناك منه أضعف. أو أن النبي أخبر أنها جزء من سبعين ثم أخبر أنها جزء من ستة وأربعين أن الأقل يدخل في الأكثر والله أعلم. الأول عندي أقرب. وكيف نحكم على الرؤى أنها صالحة؟ هذا أمر مبني على الظن والإجتهاد ولا يلزم ويخطأ بأنها صالحة أو غير صالحة، لكن الظن وهو غالبا عند يعني هو قوي يقوى عند من له خبرة للتعريف أن يفرق بينها وبين حديث النفس وبين تلاعب الشيطان، فأهل الخبرة بالتعريف بالتأويل يعرفون ذلك أو يقرب عندهم ذلك. تأويل الرؤى كما ليس بشأنها كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه والعياذ وكان إذا الدهن لم يتبين. هل هذا غريب في درجة الدهن أو الصبر الأخر؟ أنت لخبطت أمري الدهن غير الصبر. لا يلزم الدهن أن يستعمل الدهن فيلتصق الشعر بعضه ببعض فلا يظهر إيه؟ الأبيض. إذا شاعت حتى الرواية الثانية إلى إيه؟ شاعت يعني أصبحت مدهن مش الصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبر الشعر ولم يصبر بالأسود صلى الله عليه وسلم. فلنهى عن ذلك. هل؟ الدهن ده زي الزيت والبنزين ونحو ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ السواد عموما. هل يجوز تغيير القران في ميه مفتاح مسجد جديد تبركا؟ القران يتلى في يعني اي مكان طالما لم ينهى عن ذلك. في كلام شيخ الاسلام جميعا اذا كان المضاف الى الله نعما لا يقوم بذاته ولا باحد من خلقه وجب ان يكون صفه لله. شيء معنوي مضيف الى الله عز وجل. هذا المعنى زي العلم زي الحياه لا يقوم بذاته. ما تلاقيش علم ماشي لوحده لا يوجد علم بغير عالم. هل تجد المعاني تقوم بذاتها؟ لا يمكن ان توجد معاني قائمه بذاتها. في مرض مثلا امر المرض هل تجد مرض ماشي كده لوحده من غير مريض؟ ولا كل مرض لابد ان يكون قائما بايه؟ بمريض. وكل علم لابد ان يكون بعالم. وانت ماشي كده في الشارع بتلاقي كلام ماشي؟ ولا بتلاقي لازم كل كلام لابد له بايه؟ متكلم. لا يصدر الكلام الا عن ايه؟ متكلم مثلا. فدي معاني. المعنى ده لا يقوم بهذه ونفهم. هناك معاني تقوم بغير الله مثل المرض والظل. أضيف إلى الله وهو قائم بغيره. ماشي كده؟ قائم بغيره يعني مرضت فلم تعدني. هذا أضيف إلى الله بالفرض. نعم ربنا قال مرضت فلم تعدني. استطعمتك فلم تطعمني. استسقيتك فلم تسقيني. هذه المعاني أضيفت إلى الله وهي في الحقيقة قائمة بالله أم بغيره؟ بغير الله. إنما هو مرض عبد الله فلان. واستسقاه عبد الله فلان. واستطعمه عبد الله فلان. فهذا لا يكون صفة. ولكن مرتكبين هذا العبد. وكذا ظل الله الناس يحلون في الظل يقفون في الظل وهو على ارض المحشر. اذا هذا معنى قام بغير الله فهو اذا ليس صفه من صفات الله بل هو كما في الحديث الاخر في ظل عرشه يوم القيامه. فهذا معنى لا يقوم بالله. اذا كان المعنى لا يقوم بذاته ولا يقوم بغير الله فاذا هو ايه؟ صفة مثل العلم، علم الله، قدرة الله، حياة الله، هي لا تقوم بغير الله ولا تقوم منفصلة بذاتها، هذه المعاني إذا هي من صفاته عز وجل، كلام الله. ها؟ لا العلم الذي يوصفه من صفاته غير مخلوق. مقصود العلم هنا أنه هو علم الله عز وجل الذي يوصفه سبحانه وتعالى، قائم به عز وجل.
في الإسراء والمعراج هل أحيا الله الأنبياء دخل روحا أم أرواحا فقط؟ الظاهر أنها أرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت هناك لرأيتكم قبرة قبر موسى عند الكثير الأحمر، فموسى مدفون في الأرض ولقيناه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، فهي أرواح مصورة في سورة الأنبياء إلا عيسى صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى مرفوع إلى الله عز وجل، ظاهر الآية والأحاديث أنه مرفوع بروحه وجسده. أحاديث قراءة سورة العصر صححها الشيخ الألباني. هل تشرع؟ نعم تشرع. أحاديث قرار صحة فيشرع قراءة سورة العصر عند الإسراء. كان الصفحة لآخر تلاوة ففي قوله تعالى لكن هو الله ربي، فكان يقرأها لكن هو الله ربي، هي لكن هو الله ربي، فقال له هذه الألف عليها ليلة يعني ما لهاش أي لازمة، ولم يقصد أنه ليس لها غير لكن يقصد أنها تنطق، قال أنا هذا قصده فهذا لا يضره إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن يطلق الله ثانية لأنه بلا شك أن هذا الرسم توقيفي فله يعني سبب إن شاء الله، لكن لا ينطق فهم إلا ألف هديرة ولنا مطلق مطلقا، ولو حرق عليها إيه هتنطق مش كده؟ وده فايدة وده مزويدة. كيف دافع المرء العجب وقد وحيط بجناشد ومناشد هو يصلي ويحافظ على الصلاة والسلام ومجالس العلم ومن حوله لا يكاد يحافظ على الصلاة المفروضة، فكيف دافع عن العجب؟ نسأل الله العافية. ينظر إلى عيوب نفسه وينظر إلى من هو أفضل منه في الدين ويصحب من يعينه على طاعة الله من هو أفضل منه ويكثر في قراءة السلف ويعلم أن العجب من أضر الأمراض، وكلما رأس صلاة الشيطان أنك أفضل من غيرك قارن نفسه بغيره وأن الفضل بيد الله، قارن نفسه بغيره ممن هو أفضل وتذكر أن ما به من خير فمن الله لا من نفسه وأن نفسه بها كل شيء. كيف أجمع بين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب الذي قال ومن يطع الله ورسوله فقد ومن يعصيهما فقد غوى، وقال ليس الخطيب كن أنت، وبين قوله عليه الصلاة والسلام في ثلاثة من كنا في لبدا من احداث الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، لأن المقام يختلف، فمقام الخطبة التي يحضرها كثيرون ممن قد يتوهم المساواة وأن الدية ينهى عن ذلك، وأما مقام التعليم الذي قد يعلم الإنسان فيه أو يعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الجالسين لا يحصل عندهم هذا الوهم وهذه الندية فينوذ ذلك، والله أعلم.